في إطار مهام منوطة لفرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية الجزائر، جرى توقيف أحد موظفي المؤسسات العمومية جراء ثبوت تورطه في قضية استغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الرشوة وتلقي الهدايا، إفشاء أسرار مؤسسة وطنية إلى عملاء دولة أجنبية، التجسس الاقتصادي والمساس بسلامة الاقتصاد الوطني. التحريات المتبعة مكنت المحققون من استرجاع وتحديد عائدات إجرامية معتبرة، منها أموال نقدية بالعملة الوطنية والصعبة، عقارات داخل وخارج التراب الوطني لدى مختلف البنوك في حدود 8 ملايين أورو، وعليها تم تقديم المعني أمام نيابة الجمهورية المختصة.